هذه السبع الصفات جزءا من شخصيتك. تعود الاحتفاظ بالأسرار لأنها ليست ملكك. ثانيا، لا تيأس أبدا من الآخرين، المعجزات تحدث كل يوم. ثلاثة، تسامح مع نفسك قبل أن تتسامح مع الآخرين. أربعة، احذر من الاستهزاء من الآخرين فإنها عادة بغيضة. خامسا، لا تسلب الأمل من الغير، قد يكون هذا الأمل الشيء الوحيد الذي لديهم. من حق الإنسان الحصول على الفرصة الثانية ولكن ليس الثالثة. سابعا وأخيرا، تعود على بدء يومك بطاقة إيجابية لأنها المحرك لباقي يومك.